أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذن بحمد الله بدأت الأمطار بالهطول في أجزاء من المدينة المنورة والأجزاء الغربية من حال، وتوقع اتساع هذه الفرص للأمطار تشمل مناطق مختلفة من المملكة، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار هذا اليوم أن تنشط السحب الركامية الرعدية على مرتفعات الطائف ومكة وأيضا مناطق في المدينة المنورة ومرتفعاتها الجبلية، وتمتد شمالا إلى أيضا مرتفعات تبوك. تخاريج بحرية ممطرة قادمة من البحر الأحمر وتوقع أن تؤثر على أجزاء من المناطق الساحلية في المدينة المنورة تحديدا في الرايس وأيضا منطقة ينبع، وتشتد هذه الفرصة مع ساعات المساء والليل لتصبح الأمطار غزيرة في عدة أنحاء، كما وتمتد الأمطار بشكل كثيف وغزير إلى مناطق أخرى مثل حائل، بالإضافة إلى مناطق في الجوف وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية. وأيضا مع ساعات الليلة القادمة توقع أن تمتد الأمطار لأجزاء من رابغ وجدة على فترات تكون رعدية قوية خاصة بعيد منتصف الليل وصباح يوم غد الأحد. هذه المناطق جميعا تحت تأثير حالة جوية ماطرة بمشيئة الله تعالى. أما في المناطق الوسطى والشرقية فالأجواء تكون بها مستقرة عموما، تكون غيوم متفرقة، درجة الحرارة العظمى اليوم 17 درجة مئوية في العاصمة الرياض، والأجواء باردة، ذلك نتيجة تأثر هذه المناطق بامتداد لما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة نستعرضها معكم سريعا، في إسكاكا 13-8 11-6 في عرار، تبوك 17-10 درجات مئوية. المناطق الغربية أجواء عاصفة في المدينة المنورة برياح شديدة اليوم 25-14، جدة 32-22، مكة المكرمة 31-22، وفي الطائف من 23-15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 21-9، في جازان 29-27، وفي الباحة من 19-11 درجة مئوية. أما في الشرق في الإحساء 18-10، الدمام 18-11، وحفر الباطن من 14-7 درجات مئوية. في العاصمة الرياض اليوم 17 درجة مئوية في ساعات النهار، الصغرى 8 درجات. تتحسن فرص الأمطار في بريدة تدريجيا تصبح قوية غدا 13-7. أما في حائل فتكون الأجواء باردة هذا اليوم 11 درجة مئوية مع فرص الأمطار، تتحسن هذه الفرص في ساعات الليل تصبح ممزوجة بالثلوج وعلى شكل تساقطات ثلجية، حيث تنخفض الصغرى إلى 3 درجات مئوية. نعم، تساقطات ثلجية متوقعة ومحتملة في بعض مناطق المملكة خلال ساعات الليلة القادمة وفجر يوم الأحد في حالة نادرة تحت المراقبة، ذلك ناتج عن تلاقي ما يسمى بالمرتفع أو رياح سيبيرية مترافقة مع امتداد لكتلة هوائية باردة مترافقة مع المرتفع الجوي السيبيري، مع أخرى لكتلة هوائية رطبة وأحوال جوية غير مستقرة ممتدة من البحر الأحمر نحو الشمال. أماكن هذه التلاقي هي غرب حائل، بالإضافة إلى بعض مناطق في حائل، بعض الأجزاء في الحدود الشمالية، وصول إلى بعض المناطق الشرقية من حائل. هذه المناطق ربما يحدث عليها تساقطات ثلجية هذه الليلة وبعيدة منتصف الليل وصباح يوم غد. سنبقى طبعا على مراقبة وتواصل معكم أول بأول. أتمنى لكم جميعا مشاهدين النهار سعيد أينما كنتم، ممطر ومليء بالخيرات. دمتم بخير، إلى اللقاء.